من الأسماء اللي أنا واحد من الناس وناس كتير جدا كانت سعيدة بتكريمها، ويعني المبدعين اللي أثروا الدراما المصرية، الفنانة القديرة الأستاذة هالة فاخر. أستاذة هالة مساء الخير، إزاي حضرتك؟ مساء النور يا أستاذ عمرو، أنا سعيدة جدا بأن أنا عاملة مداخلة مع حضرتك، العفو. لأن أنت من أميز الإعلاميين. لا ده اللي كتير موجودين عليا على أرجوك يا أستاذة هالة، لا ما أقدرش. الحقيقة والله الله يخلي حضرتك، بحترمك حضرتك جدا وحشانة. وبحترم برنامجك جدا جدا. العفو، متشكر جدا لحضرتك، حضرتك وحشانة جدا وليكي مكانة ربنا كبيرة يخليك، جدا جدا في قلوبنا جميعا. ربنا يخليك يا رب، ميرسي. أولا التكريم تكريم مستحق، شايفة التكريم وأجواء التكريم والحضور إزاي؟ هقول لحضرتك حاجة. أولا أنا كنت أقل واحدة من المكرمين، يعني أنا كنت واقفة جنب لا العفو. عمالقة وأساتذتي والناس اللي أنا اتربيت في وسطيهم، مظبوط فطبعا مظبوط. ده شرف كبير ليا جدا. يعني الحقيقة أنا بشكر جدا طبعا رئيس المهرجان دكتور يحيى الفخراني، وبشكر جدا نقيبنا المتميز الأستاذ أشرف زكي، والشركة المتحدة كانت عاملة تنظيم بمنتهى الرقي حقيقي حقيقي، حقيقي يعني، واتقابلت مع ناس أنا بحبهم ومشفتهمش من زمان. مين أكتر حد كان وحشك يا أستاذة هالة؟ يعني مش هبقى مبالغة لو قلت لحضرتك معظم الناس اللي أنا قابلتهم كانوا وحشيني جدا جدا جدا، وأنا فرحت إن أنا قابلت أستاذ كريم عبد العزيز وهنيته على فيلمه. رائع. جدا الحقيقة. بيت الروبي. وقابلت ناس، يعني ناس فعلا الحمد لله رب العالمين، الواحد حس قد ايه بقيمته في وسط زمايله. الله، يعني تكريم مستحق، واحنا مستنيين بقى، مستنيين حاجات جديده يا استاذه هاله، ما تبخليش هو علينا يعني. التكريم ده حضرتك بيحملنا مسؤولية، طبعا ويا رب نكون قدها. دايما قدها. ربنا يخليك يا رب، ميرسي يا استاذ عمرو. بشكر حضرتك يعني مره تانية وثالثه، وشكرا لوجود حضرتك معانا، اسعدتينا وشرفتينا الفنانه القديره الاستاذه هاله فاخر، شكرا جزيلا لوجودك معانا.